محورنا الثالث مشاهدينا خصصناه للحديث عن الكتابة بشكل عام، وتحديدا مجموعة من الشباب يحركهم الشغف اجتمعوا في فريق أدبي وقد أثبتوا حضورا على كافة المنابر. مجموعة اسمها أصبح له وقع مسموع، فريق أدبي تطوعي يهدف إلى صقل الطاقات الشابة، وقد استقطبت هذه المجموعة بالإضافة إلى الناحية الأدبية استقطبت النواحي الفنية والتمثيلية والقضايا المجتمعية. 100 كاتب وكاتبة. الحديث أكثر عن هذه التجربة وتفاصيلها يسعدنا أن يكون معنا بالاستديو الكاتبة بثينة العبيد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيك. نورتي. والكاتب الأستاذ علي الجاسم. يسعد لي صباحك أنسة. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد لي صباحك يا رب. رح نبدأ معك أستاذة بثينة بمئة كاتب وكاتبة، التفاصيل وكيف بدأت وكيف بدأت الفكرة. الفكرة بدأت من أمسية بأحد المراكز الثقافية لمجموعة شباب كان عندهم شغف وحب للكتابة، واجهوا نقد جدا عنيف، فصار عندهم ردة فعل أنه لا، نحن لازم نطور حالنا، ننمي موهبتنا ونعمل شيء لنا. فبدأت قصة الفريق مع الأستاذ جود الدمشقي وبعض الرفاق. تماما. كيف استاذ علي توسعتوا بهيدي الفكره؟ كيف ضميتوا هذول الكتاب من كافه الاماكن؟ هلا بعد ما صارت الفكره هي والقصه هي اللي يعني بدا منها الفريق، صار في عنا امسيات استاذ جود الدمشقي وبعض من رفاقه بلش يجمع شباب بيعملوا امسيات. الشاب الموهوب يعني نحن هلا بالفريق موجود عندنا، نحن ما بدنا نستضيف شاعر، نحن بدنا نخلق شاعر وبنخلق كاتب وبنعطيه الموهبة هاي ونرصحها له. فتقريبا انه صار في على وسائل التواصل الاجتماعي صفحة للفريق، انتشرت الصفحة فصار بأكثر من محافظة موجود مجموعة للفريق بكل محافظة عنا بلادية، عنا بحماة، عنا بحمص، بالشام، بالسويدة، وحاليا يعني نحن عم نطور هالشيء هذا لحتى بيصير بكل المحافظات تقريبا اسم الفريق. تمام جميل. هذا الفريق له موقع على النت، له صفحه على الفيسبوك، له صفحه على شو اللي بيجمعكم؟ له صفحه على الفيسبوك اسمها 100 كاتب وكاتب في سوريا، وتقريبا في كل محافظه في لها صفحه كمان خاصه لاعمال الفريق، وفي عندنا صفحه على في عندنا قناه على اليوتيوب كمان انه بننزل فيها اعمال الفريق الأمسيات اللي بنعملهم او اي شيء بنعمله نحن خاص بالفريق. فينا نقول كمان هي اضافه تجارب يعني والاطلاع على تجارب غيرنا من الشباب ويعني صقل موهبتنا او تجاربنا فيها. خلينا نحكي على الصعيد الشخصي استاذه بثينة، شو اللي دفعك وشو الغايه من دخول هيك مجموعه؟ اللي دفعني والغايه انه هو نمي موهبتي بحكم انه الفريق هو ورشه ادبيه تنمويه، بيصقل الشخصيه، بينمي الموهبه، بيدعمنا، بيعطينا فرص انه نحن نشترك بكتب، نشترك بامسيات، نعمل فعاليات. فهالشيء اكيد بيعطيني حافز اني انا كمل بموهبتي، كمل بطريقي. إذا بدنا نحكي كمان على الصعيد الشخصي، الإنجازات اللي قدمتها للفريق شو كانت؟ يعني مشاركاتك من خلال الفريق، هل بتنتقي الأشياء المميزة وبتقدمها لهدول الأشخاص أو أي شيء ممكن يخطر ببالك ممكن نقدمه هن يقيموا؟ هلا نحن يعني أنا مثل تقريبا منتمي لفريق الساحل، مثل الفريق الموجود هون بلادية، بنجتمع نحن تقريبا كل أسبوع بنجتمع. فلما بنجتمع نحن بنحدد مواضيع وبنحدد اشياء بدنا نعملها لحتى بنحكي فيها بالاسبوع اللي بعده. فمن خلال هالمواضيع اللي بنحددها نحن او فبنعتمد على اساس هذا. تقريبا انه انا من ناحيه الكتاب اللي بقدمه او الشيء اللي بقدمه بتعتمد على حسب الفعاليات او كذا وهيك، يعني اذا كان في فعاليه او كان او اذا كان المواضيع حره او كان الموضوع محدد، يعني شو بدنا نكتب او شو بدنا نعمل اليوم، يعني في قضيه مجتمع او كذا او هيك حسب الشيء اللي بدنا نطرحه نحن. تمام. انتم مجموعه او كل حدا ممكن يشتغل لحاله؟ اذا بدنا نحكي كمان عن اعمالك اللي قدمتيها بثينة.
نحن مجموعة وقلنا حرية التصرف إنه يشتغل كل واحد لحاله، بس أنا كفريق مشتغلة معهم، مشتركة بكتاب أوبرا أدبية، في كتيب رسائل عن الأم، قيد الإنجاز قريب جدا، في فعالية أقيمت بالجغنون كمان نحن عملناها وعملت دور كبير ولفتة إعلامية كتير حلوة. بتذكر إنه حضرتك استضفتيهم قبل بمرة. تماما. إلي مشاركات تانية بكتب إلكترونية وإلي مشاركة بكتب خارجية. على الصعيد الشخصي إن شاء الله في كتاب مذكرتي إليك قيد الإنجاز، بس بعض العراقيل عم تواجهني كأنا. إذا بدنا نحكي عن العراقيل دائما بأي شيء، يعني إن كان ناجح يعني تحديدا ممكن يصيبوا عراقيل، ممكن يصيب انتقادات كمان من أشخاص ممكن لهم باع طويل بهيدي المجالات. خلينا نحكي عن العراقيل والصعوبات اللي واجهتوها بتشكيل هذا الفريق. تماما. هلا الكاتب، أي كاتب، هلا الكاتب إنسان، خليني أقول إنه الكاتب إنسان بيشوف الأشياء من زاوية غير باللي بيشوفها الإنسان العادي. يعني أنا بجوز بقعد بحديقة أو كذا أو هيك، بصير أتخيل الأشياء غير اللي بتخيلها إنسان عادي بيكون قاعد على نفس المقعد. تمام. أكيد أنا بداية الأمر كان إحنا كمواهب شابة وطلعنا بهالفريق هذا، ونحن عم نستضيف مواهب شابة بالفريق، فأكيد راح تواجهنا كتير انتقادات من ناحية أشخاص تانيين أو من ناحية، لأنه هو تأسس الفريق من انتقاد. تمام. فتأسيس الفريق من شيء اسمه نقد. فلما كان الأستاذ جود الدمشقي بأمسية شعرية وكذا وهيك، هو رفقاته، فجاءه النقد، فمن النقد هذا تأسس اسم الفريق. فعادي الانتقاد راح يكون من صالحنا نحن. تمام. من صالحنا نحن بنتقبل أي انتقاد تاني إنه بتوجه انتقاد إيجابي دائما. انتقاد يعني إيجابي دائما. تماماً. أكيد. تماما. ما في شيء تاني. إذا بدنا نحكي عن الداعمين لهيدي المجموعة، الأشخاص اللي عم بيحفزوكم دائما لحتى تستمروا بهيدي المجموعة، مين هن وكيف يعني عم بتكون النصائح الموجهة لكم من خلالهم؟ هلا اكيد وزارة الثقافة عم تدعمنا من خلال انه عم بتيح لنا الفرصة انه نعمل امسياتنا بالمراكز الثقافية. اتحاد الكتاب طبعا عم يدعمونا من خلال انه كتبنا اللي عم المشتركة طبعا لجميع اعضاء الفريق، عم يدعمونا بانه عم يتيحوا لنا الفرصة انه نحن نقدم هالكتاب ويوقعوا لنا اياه ويوثقوا لنا اياه. طبعا اكيد كل شخص في وراه حدا، انا اهلي وراي داعميني كشخصي، اكيد كل حدا في شخص وراه عم يدعمه، اما كفريق وككل وزارة الثقافة واتحاد الكتاب. اكيد بنوجه لهم تحيه ويعطيهم العافيه هيدي العنايه بشبابنا وبمواهبهم. كمان بالمقلب الاخر بنشوف في اشخاص هن متطفلين على الشعر، هن فقط ممكن يكون عندهم بعض الكتابات ولكن ما تكون كتابات تستحق لقب كاتب او كاتبه. كيف نحن بنميز بين الشخص الموهوب فعلا اللي عنده يعني شيء يقدمه او المتطفل على المهنه؟ كيف تقيموا انتم لحتى يدخل على المجموعه؟ هلا اكيد انا من صفات انه الانسان بيكون موهوب وبيكون عنده نظره بالكتابه وبالادب وهالشيء هذا، اكيد راح يكون مطلع، مثقف كثير، قارئ كثير، بيكون انسان صاحب حس مرهف عن جد، عنده نظره ثاقبه بالمجتمع من ناحيه الادب، من ناحيه اي شيء ثاني. كتاباته هي اللي بتبين هالشيء هذا اذا كان انسان عن جد موهوب ولا انسان ثاني متطفل على المهنه. فمن ناحيه الكتابه هي بتبين كل شيء. يعني كمان يعني إذا بدنا نحكي عن الأشخاص اللي بدهم ينتموا لهيدي المجموعة، كيف ممكن، مع مين ممكن يتواصلوا، كيف ممكن يقدموا كتاباتهم، لمين ممكن يقيمها؟ خلينا نقول بيتواصلوا مع الأنسة آلاء صلاح أحمد، بيبعتوا له كتاباتهم، بيشوفها السيد جود الدمشقي، هن عاملين لجنة تحكيم، بيقرأوا النص وبيشوفوا، فممكن ناس عندها حس، اللي عنده حس أكيد بيتطور وممكن يصير كاتب وجدير الذكر فيه. أما نعتذر طبعا الناس اللي ما بدنا نقول متطفلين لكن لسه ما وصلوا للحس المطلوب بالكتابة، ممكن ينمى بيوم وليلة من الجهد والقراءة والمتابعة. تمام. هلأ نحن كون عم نحكي عن الشعر فما فينا دائما غير ما نطلب قصيدة، إذا محضرين لنا شيء ما بعرف أستاذ علي محضر لنا شيء ممكن تقلنا؟ أكيد محضر شيء. تفضل.
ما اعرف اذا راح تاخذ وقت شوي بس معلش تفضل. سانتظر. عام، عامان، ونصف العام او اكثر، لا يهم. سانتظر. لا يهمني ما سيحدث، ولا تهمني نفسي، ولا كيف اكون واين اكون، فانا اعرف اين ومن اكون. لا يهمني في هذا الكون سوى انت. سانتظر. ربما في وقت مبكر، وربما في وقت متأخر. كم من الوقت تريدين؟ كم من الأشهر؟ كم من السنين تريدين أن أنتظر؟ فصل، فصلين، ثلاثة. ربيع، ربيعين، ثلاثة. شتاء، شتاءين، ثلاثة. كل الفصول وأضعافها سأنتظر. بيني وبين نفسي، ونفسي التي أحدثها أنت أتمتم لها بقلبي، سأنتظر. سأشعر نيران شوقي في موقد الانتظار. ريثما تأتينا يا حبيبتي سنرفع راية الانتصار. سأعيد ترتيب كل شيء منذ الصغر. سأدخل المدرسة وأكون الأول. سأتعلم لفظ الحروف ليس كلها، سأكتفي بباب الجنة فقط. سأجعل من حروف اسمك منهاج أدب يدرس في بلاد الشرق وفي بلاد الغرب. سأصنع من لؤلؤ عينيك عناقيد عنب. سأصنع من لؤلؤ عينيك عناقيد عنب. سأعصر خمرة الحب منها وأشرب. لن أخاف بعد الآن من الذئب. لن أخاف بعد الآن من الذئب، فأنا أحب. سأتعلم طريقة العد من جديد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة فقط. لا أريد أن أكمل الخمسة، ففي عامي الجديد يا حبيبتي لا أحتاج شهادة في الهندسة. سأنتظر. جميل 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 هيدا الكلام. قدي مهم عن جد يكون في نسمع الشعر ما نقرأ الشعر، إن دائما يكون في تواصل بين الشاعر وجمهوره. هيدا النغم، هيدا الإحساس بالكلمة. قدي مهم أستاذة بوسينا يعني يكون موجود هيدا المقاطع على النت أو الأمسيات الشعرية دائما تكون موجودة بحياة الشاعر. طبعا كتير مهمة لأنه بتحرك الإحساس النائم، ممكن أو فينا نقول نائم أو المرهف جوات الإنسان. في كتير ناس بتكون عندها إحساس بس ممكن هاملته أو شاغلته أمور الحياة فيه، فممكن من بيت، من القصيدة أو نثر، خاطرة، تحرك شغلات كتير بتخطر على بال الإنسان وهو عم يسمعها، يحس إنه هو بده يكتب شيء أو طلع معه شيء حلو لو شيء صغير، بس المهم يطلع معه شيء حلو، لأنه هالشيء الحلو، هالكلمات الحلوة لها تأثيرها على صعيده الشخصي وعلى صعيد أي حدا قريب منه أو حواليه. وقع الكلمة على الشخص أو على الناس بشكل عام، ونحن نعرف بزمن كثرت فيه الكلمات اللي ممكن ما يكون لها معنى، الكلمة الصادقة قدي مهمة بزمننا هيدا، وهل ما زال لها تأثير على الناس؟ أكيد أنسة، يعني أنا اليوم ما راح أقول كلمة أو راح أقول شيء وبيسمعه إنسان تاني، فأنا ككاتب اليوم أنه لما أنا بكتب شيء فأكيد رح يكون الوقع تاني على الناس، يعني من ناحية الشعور، من ناحية أنه بلامس شخص تاني. يعني أنا بجوز اليوم بكتب عن شيء عن الحزن، تمام، فبيجوز إنسان حزين أو بيجوز إنسان يعني مار بنفس الموقف اللي مار فيه وأنا، بنفس الإحساس اللي مار فيه وأنا، فهون الإنسان عن جد بيتأثر بهالشيء هذا. في كتير أشياء يعني أنه بتخلي الناس بتنشد لكتاب كتار، يعني في كتير شعراء يعني نحن يعني عم يعني نقرأ لهم وكذا وهيك ونتأثر فيهم. صحيح. لدرجة كبيرة يعني كتير. فعم هالمبدأ هاد كلياته. جميل. إذا بنسمع شيء أنسة بسينا، إذا حضرتينا قصيدة أو من مشاركتي بكتاب أوبرا أدبية عنوان النص أشيح بوجهي. أشيح بوجهي للنجوم ناظرة، وفي داخل عيناي الآلاف منها أتأملها، أحصيها، أبعثرها، وفي داخل آلاف النجوم المبعثرة أولها نجمة فراقك، وثانيها نجمة حبك، وثالثها ورابعها. إن نجومي لا تحصى يا صاح. بعد اللحظة الأولى من فراقك أصبحت أمتلك الكثير من النجوم، منها ما يتلألأ ويهطل من عيني، ومنها ما زال في داخلي يتوهج ويتوهج فينطفئ. لم أكن أعتقد قط أن نجومي ستتحول من وهج السعادة إلى نيران حزن تحرق ما بداخلي من حب فيشعل الشوق بي. فتعلو آهاتي راثية مصيبة غيابك، ما
مفجوعة أنا بك، مفجوعة أنا بك كفاجعة أم فقدت إحدى صغارها، لا حلة بيدها سوى لآلئها التي تنهمر من عينيها بسخاء بحرقة، وثلاث شهقات، ثلاث تنهيدات تحرق داخلها، تغمض عينيها تلتقط أنفاسها بعمق، تتمتم ليته كابوسا نهايته حين أفتح عيناي. أخيل لك المشهد يا شقيق الروح، في كل ليلة أعيش المشهد ذاته، الفاجعة ذاتها، تتحشج الكلمات في حنجرتي بكبرياء لا يرحم شغفي بك، فلا أستطيع النطق بها إليك ولا أستطيع ابتلاعها، تخنقني فتخنقني حتى أنهار باكية، من ثم ألملم نفسي مهرولة بجوارحي إلى أقلامي ودفتري لأخط على أوراق مذكرتي بنجومي فأبللها وأملأ بك صفحاتي، تارة أملأها بحب وتارة بكراهية، وما بعد الكراهية يا ابن القلب إلا حب كبير وشغف عميق. الآن سأنهي مذكرتي بتاريخ، وكل يوم سيتغير هذا التاريخ، وليت الجراح تتغير عبر التواريخ وتلتئم، وأختم مذكرتي وذاكرتي بنسيانك، مذكرتي إليك. ألف عافية. كتابات رائعة من شباب، يعني عم تأمل فيهم يكونوا هن منارة المستقبل ومنارة الأجيال القادمة. إذا بدنا نحكي عن الحالة اللي ممكن يكتب فيها الشاعر ويوصل هيدا الشيء للمتلقي، هل هي حالة الحزن ممكن تتكرس أكثر، أو حالة الفرح؟ أو مثل ما بنعرف هي القصيدة هي حالة، إن كان عبارة عن فرح أو حزن أو تاريخ للحظة ما. تماما. هلا في أكثر الكتاب أو أكثر اللي موهوبين وبيكتبوا حاليا، تقريبا في أحيانا بيتبعوا حالة الحزن بتشدهم أكثر شيء، يعني إذا بتلاحظي أكثر الكتابات اللي بتلاقي حالة حزن شوي بالموضوع، بس هذا ما شرط أساسي إنه لأنه الحزن إنه هو اللي بيأدي الكتابة أو بيأدي هالشيء هذا، لا. فالمهم تكون الكلمة إنه الإحساس، بجوز أنا حاس بفرح، حاس بحب، حاسس بشغف كتير كبير، يعني أنا حبي لأمي، حبي للمجتمع، وطنيتي، في إشياء كتير بتخليك إنه أنت بتكتب وبيطلع معك شيء. فمن هالمبدأ هذا إنه نحن بنعتمد على مبدأ الكتابة. برأيك الواقع هو مؤثر يعني باختياراتنا؟ يعني ما فينا نكون نحن بعيدين عن الواقع ونكتب مثلا عن الحفلات أو الأفراح وواقعنا مثلا ممكن يكون هو واقع نوعا ما يعني حزين بهذه الفترة، ممكن يعني ما يوصل للناس كون الناس في إلى هموم تانية، ومثل ما بنعرف سوريا خارجة من سنوات حرب طويلة للأسف. هل ممكن نحن يكون الواقع هو اللي يفرض علينا، أو نحن نفرض على الواقع أشياء جميلة ومريحة أكثر؟ ممكن ويجوز اثنين. كيف؟ لأنه نحن عايشين مع الواقع، عايشين مع الناس، حاسين فيهم، بما أنه نحن كتاب فإحساسنا هو اللي بياخذنا، إحساسنا هو اللي بيكتب مو نحن. فممكن نحن نكتب إحساسنا ومواجعنا، مثل ما نكتب إحساس الناس ومواجع الناس، ممكن كمان نكتب شغلات فرح لحتى إنه نفائل الناس، نطلع شوي من الجو الحزينة اللي هي فيه، يعني منوصل رسالة الناس بحزنة وكمان نعطيها جرعة تفاؤل. تمام. بنهاية فيجوز اثنين. تمام. خلينا نحكي أكثر عن الكتابات، يعني بالمجموعة بمئة كاتب وكاتبة، شو اللي غالب عليها من كتابات؟ شو الجديد فيها؟ هلأ الجديد فيها، هلأ نحن مجموعة مئة كاتب وكاتب بتضم بس جانب الكتاب، الأدب والكتابة والكذا، لا بتضم في الرسم، في عندك الغناء، في مواهب كثيرة، يعني فهي المجموعة كلياتها مجموعة مئة كاتب وكاتب، فريق مئة كاتب وكاتب بيضم عدة مواهب. طبعا. من ناحية الكتابة ومن ناحية الغناء ومن ناحية الرسم، فبيضم كتير مواهب. من ناحية الكتابة ففي كتير، يعني في عندك المتبعين أسلوب الشعر، شعراء عنا، في عنا أساتذة لغة عربية بالفريق، في فريق اللاذقية في عنا الأستاذ علي البرادع، بنوجه له تحية، معنا خطوة بخطوة بيدعم الشباب، بيدعم فئة الأعمار، بتكون في أعمار نحن متفاوتة، يعني أعمارنا في عندك من 18 سنة، عندك 16 سنة، عندك 20، عندك 28، يعني مش يعني عنا من الصغير للكبير، فما في عنا حدود بالأعمار نحن.
في متفاوتة، في ناس بيكتبوا متبعين أسلوب الأسلوب الروائي تمام اللي بنعرفه نحن هيك بساطة الأمر. الجديد فيه خلينا نحكي عن يعني شو الخلق الممكن يكون حصل باجتماع هذون الأشخاص اللي هن عبارة عن شباب، يعني مثل ما بنعرف دائما الشباب بيحب التجديد، أو شو ممكن يكون في طروحات ممكن تتنفذ لقدام؟ إن شاء الله قلت لك في كتيب رسائل للأم قيد الإنجاز أكيد رح نعلن عنه، في فعاليات رح تقام قريبا بالمركز الثقافي، رح نوسع هالشي على أنه نوسع شغلنا على أرياف البادئية بحيث أنه تعرف العالم اللي بيحب يشترك معنا بالفريق، أنه في فريق 100 كاتب وكاتب باللادئية بيستقبل الكل بكل صدر رحب، كل صاحب موهبة أو صاحبة موهبة. إن شاء الله في أعمال كتير جديدة رح تكون، ما رح نحكي عنها كرمال ما نحرقها، بس أكيد حضرتكم رح تكونوا عم تدعمونا مع وزارة الثقافة بإعلامكم. أكيد أكيد رح نكون معكم خطوة بخطوة، تحديدا يعني نحن عم نشوف هلأ مجموعة يعني عينة من هدول الشباب اللي هن عندهم كتابات كتير جميلة. بدي أرجع لتجربتكم الشخصية وركز على الأنواع الأدبية اللي بتكتبوها حضرتك، الأنواع الأدبية اللي بتفضليها شو هي؟ أنا أفضل الخاطرة. ليش يعني ليش اخترتي عن غيرها؟ بحس خير الكلام ما قل ودل، فإنه ممكن نوصل إحساس كبير بصفحة واحدة. جميل. بس طبعاً حاولت إنه كمان أكتب قصص الحمد لله نجحت فيها، اقتباسات صغيرة كمان نجحت فيها الحمد لله طبعاً من رأي الكتاب زملائي. يعني الإنسان لازم بالكتابة ما يكتفي بشيء واحد، إذا عنده المقدرة إنه يطور نفسه ويكتب بأكثر من لون فإنه أكيد ما يقول لا وما يقصر بحق هالشيء. إذا بدنا نحكي عن التخصص، هل هو ضروري أو لازم الشخص يجرب أكثر قدر ممكن بعدين يتجه للتخصص؟ شو رأيك علي؟ أكيد هلأ إذا ما جرب الشخص بالنهاية هي أنت كيف بدك تطور موهبتك، كيف بدك تشتغل على هي الموهبة، بدك تقرأ كتير، بدك تسمع كتير لشعراء لكتاب، تقرأ روايات، من هالمبدأ هذا كل الحكي. بالنسبة للكتابة أكثر شيء بنعتمد على، أنا بعتمد بالنسبة إلي أنا بعتمد على النثر، الشعر نوعا ما ما كتير يعني، بس أكثر شيء النثر والجانب الحواري. تمام، نسمع شيء بوسينة. تكرم عينك. هلا محضرة أنا اقتباس صغير بما أنه سمعتوا مني الخاطرة فبنشوف رأيكم بالاقتباس. تفضلي. شوقي إليك كعجوز متعب يطوف حول الكعبة يلهث آخر أنفاسه ولكن يعز عليه إنهاء طقوس عشقه. يعني بكلمة أخيرة بتحبوا توجهوها لكل اللي عم بيشوفونا حول هيدي المجموعة، حول تحضيراتكم للفترة الجاية، تفضل علي. بحب وجه كلمة أنه كل موهبة موجودة حاليا أنه عن جد بتشتغل على حالة كتير، بتحاول أنه بتدق أكثر من باب لحتى بتنمي هالموهبة هاي، بيعتمدوا على حالهم كتير، بينسقوا بين وقتهم حتى إذا كانوا عم يدرسوا. يعني نحن هلأ عم ندرس، أنا عم بدرس طالب هندسة سنة خامسة، مجال مختلف تماما، مجال مختلف تماما، فهي الناحية عن جد أنه أنا مجال الهندسة بعيد عن مجال الأدب تماما، بس أنه أنا بحب عندي هواية فبالنهاية أنا ما راح ضيعها من إيدي تمام. فبدي اتبع هالمجال هذا، بس بنسق بين وقتي ووقت الدراسه ووقت الكتابه والهذا والكل دائما متعودين ما شاء الله على شبابنا يعني بيكونوا دائما من كل بستان ورده مثل ما بيقولوا، دائما يعني متنوعين صح، ودائما عندهم زخم بكل شيء ما شاء الله. يعني حتى بالشعر في عندك، ما فينا نقول ببدايتك يعني اسم الله محترف. تفضلي بوسينا شو بتحكي؟ يعطيك العافيه. أول شيء بحب مثل ما قال الأستاذ علي، أي حدا عنده الموهبة وحاب ينميها فريق 100 كاتب وكاتب بنستقبله بكل صدر رحب.
نورتوا صباحنا، اكيد نتمنى لكم التوفيق. يعني هيدي الخطوات بيقولوا يعني مشوار الالف ميل يبدا بخطوه، فكيف اذا انتم يعني مجموعه من الشباب، وشفنا نماذج ان كان الشباب اللي استضفناهم قبل وحضراتكم مبلشين، يعني خلينا نقول بعد 10 خطوه، اسم الله عليكم. ونتمنى لكم كثير النجاح. شكرا لكم، نورتوا صباحنا. يعطيك العافيه، شكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا.